أول دواء معانا اسمه رافيكتين، مادته الفعالة جلسرول فينايل بيوتريت، سعره بيوصل ل 695,970 دولار. وظيفته إن هو بيبايند مع النيتروجين في الجسم وبيخلصه من الأمونيا الزيادة المتراكمة في البرين والبلد. تاني دواء معانا اسمه بلين سايتو، وده نوع من أنواع الكيمو سيرابي اللي سعره بيوصل ل 754,720 دولار، وبيدخل في علاج سرطان الدم أكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا أو الـ ALL. بعد كده معانا البرينيورا، البرينيورا سعره بيوصل ل 755,898 دولار، وبيستخدم في علاج كونديشن وراثية بتأثر على الأطفال وممكن تؤدي لفقدان الطفل قدرته على الحركة وممكن كمان بتر للأطراف. الكونديشن دي اسمها نيورونال سيرويد لايبوفيوزينوزيس تايب 2. بعد كده معانا الفولتون، نوع من انواع الكيمو سيرابي اللي سعرها بيوصل ل 842,585 دولار، وبيدخل في علاج كونديشن اسمها تي سيل ليمفوما خاصة الريفراكتوري او السيفير اللي بتنتشر في جميع انحاء الجسم. بعد كده معانا اللوكستورم، واللي سعره بيوصل ل 850,000 دولار، وده بيستخدم في علاج الأشخاص اللي فقدوا البصر سواء كبار أو أطفال نتيجة كونديشن وراثية أدت لحدوث ريتنال ديستروفي أو ضمور في العصب البصري. بعد كده معانا المايلوبت، المايلوبت ده عبارة عن أنالوج لهرمون مهم في التنسيق الغذائي اسمه الليبتين. الهرمون ده بيبقى ناقص مع الناس بشكل وراثي اللي عندهم كونديشن اسمها لايبودستروفي، فاحنا بنعوض الهرمون ده بشكل خارجي. سعر المايلبت ممكن يوصل ل 929,951 دولار. الكيم تراك، نوع من انواع الكيمو سيرابي اللي بيوصل سعرها ل 975,520 دولار، وبيدخل في علاج نوع من انواع سرطانات العين اسمه اوفيال ميلانوما. بعد كده معانا الدانيلزا، وده نوع من الادويه اللي بيدخل في علاج سرطان اسمه الهاي ريسك نيوروبلاستوما اللي ممكن يأثر على البون والبون مارو عند الأطفال اللي أعمارهم سنة أو أكتر، وسعره ممكن يوصل ل 1,011,882 دولار. بعد كده معانا الزوكينفي، وبيدخل في علاج كونديشن اسمها هاتشينسون جيلفورد سيندروم، ودي حالة بيبدأ يحصل رابيد ايجينج للطفل أو شيخوخة مبكرة للطفل، وبتبدأ تظهر عليه علامات التقدم في السن شكلا ومضمونا من حيث الأورجانز الداخلية، وسعر العلاج ده ممكن يوصل ل 1,073,760 دولار. بعد كده معانا الزولجنزما، نوع من انواع الادويه الجينيه او الجين سيرابي اللي بتدخل في علاج الاطفال اللي اعمارهم اقل من سنتين واللي عندهم كونديشن سباينال ماسكولار اتروفي، وسعره 2,125,000 دولار.